اللي مفروض عليهم التعاقد، المنتمين اللي في الساحه الوطنيه اللي خصهم يفرض عليهم التعاقد، جينا اليوم ما نديرش الدار البيضاء، كنجددوا الاضراب ديالنا اللي سطراتو الساحه الوطنيه خدم المجلس الوطني، وجينا هنا كنأكدوا مجددا اننا رافضين خطه التعاقد، ورافضين كذلك جميع المخططات اللي كتسير الدوله من اجل اسقاط من اجل تخريب هذه الوظيفه العموميه. وحنا تنقولوا دائما دائما لا للتعاقد، لا للتعاقد، ونعم دائما للادماج. مطلبنا واحد فقط هو الادماج لا شيء اخر. اسم المدينه؟ من مدينه قنيطره. قنيطره؟ عانيتوا اليوم استاذ هذه الوقفه هذه، عانيتوا شويه؟ واش نقول لك، كر وفر بيناتنا وبين المخزن، قمعوا النضالات ديالنا السلميه، قمعوا جميع الوقفات ديالنا، لكن الحمد لله كل شيء حنايا مستمرين في النضال ديالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.